معنا من كييف المسؤوله مسؤوله المكتب الاعلامي للجنه الدوليه للصليب الاحمر في اوكرانيا ميرالا حديب. اهلا وسهلا بك ميرالا، لو تعطينا اخر الارقام والمعلومات لديك فيما يتعلق بماريوبل على وجه عام وفيما يتعلق بازوفستال والمحاصرين داخل هذا المصنع بشكل خاص. نعم، مساء الخير. تمكنت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بالتعاون مع الامم المتحده وأطراف النزاع بإجلاء 100 مدني من معمل أزوفستال في ماريوبول، وقد وصلوا بخير، وقد وصل تقريبا يعني أكثر من 100 شخص إلى زابوريجيا بعد ظهر هذا اليوم، وقد تمكن عدد من المدنيين أيضا الالتحاق بالممر الآمن الذي تقدمت في اللجنة الدولية للصليب الأحمر محل تفريجها من ميرالا. بحسب أيضا ما قاله رئيس لجنة الصليب الأحمر أنه هناك عدد غير معروف من المدنيين لا يزالون محاصرين في مدينة ماريوبل. هناك بعض التقارير كانت تتحدث عن وجود ربما أكثر من 80,000، رغم أن هذه المدينة تتعرض لنوع من الحصار ولنوع من القصف الذي يعني لم يتوقف إلا لأيام قليلة خلال أكثر من شهرين. وبالتالي هل هناك أي طريقة تمكنكم من معرفة رقم تقريبي ربما لهؤلاء المدنيين، وما هي يعني المعطيات التي تحصلون عليها من 100 مدني غادروا بعد ظهر اليوم؟ للأسف ما في أرقام محددة، ولكن نحن نحاول يعني كل يوم وندعو الأطراف إلى يعني للوصول لاتفاقات يمكنه من خلالها كما حصل اليوم إجلاء مدنيين من ماريوبول وأيضا من المناطق التي تشهد النزاع في الوقت الحالي. ما شاهده الذين أجليناهم هذا السؤال من محيط ماريوبول اليوم يعني لم يشهده أحد. هم كانوا في أوضاع صعبة جدا مع يعني قليل من الطعام والماء، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ويجب أن لا ننسى يعني الصحة النفسية والتروما الذي عاشها هؤلاء. ولكن اللجنة الأحمر تسعى كل يوم وذلك منذ شباط ومع كل الأطراف إلى تنظيم حركة إجلاء. شكرا جزيلا لك من كييف مسؤولة المكتب الإعلامي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أوكرانيا ميرالا حديب، شكرا جزيلا لك.